واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت وزارة الداخلية خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في ضبط 5348 قضية مواد مخدرة. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5348 قضية مواد مخدرة. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10 أطنان ونصف من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو طن ونصف وما يقارب 128 كيلوغرام ونصف من مخدر الهيروين. كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلوغرام من مخدر الاستروكس ونحو 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو والقنب تزن أكثر من 23 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط قرابة 19,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وأكثر من 33,000 قرص مخدر لعقار الترامادول ونحو 110,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 160 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة.